اخوان الاعزاء السلام عليكم، حياكم الله معنا من جديد. احنا اليوم موجودين في جده لتجربه قياده السياره الجديده من شركه فورد اللي هي فورد اسكورت 2020. راح اخذ عنها فكره سريعه فخلوكم معنا. فورد اسكورت سياره جديده في السوق السعودي عادت الينا من جديد بعد توقف اكثر من 30 سنه. السياره طبعا متوفره في السوق الاوروبي من قبل وكذلك بعض الاسواق الاسيويه. فورد حرصت على جيبها في منطقة الشرق الأوسط خاصة في السعودية لتغطي مكان سيارة فورد مينديو السابقة موجودة عندهم. طبعا السيارة زي ما قلنا جديدة بالكامل من شركة فورد للسوق السعودي. عندنا الواجهة الأمامية تحاكي الفلسفة التصميمية الخاصة بشركة فورد في السنوات الأخيرة من ناحية الشبك الكبير المدرج من الكروم، وكذلك عندنا الإضاءة LED الموجودة فيها وكذلك إضاءة الهاي بيم هالوجينز الموجودة اللي يعطي إضاءة قوية جدا للسيارة أثناء قيادتها بالليل. ايضا عندنا مشتت الهواء السفلي لنفس لون السياره وعليه ايضا الشبك الخاص بالتهويه في الاسفل. الواجهه الاماميه بشكل عام تعكس الفلسفه التصميميه زي ما قلنا الخاصه بفورد في السنوات الاخيره. الخطوط التصميميه الخاصه بالسياره زي ما قلنا كلها تحاكي الفلسفه التصميميه الخاصه بشركه فورد في السنوات الاخيره. عندنا خطين متوازيين من الاعلى والاسفل خاص بالسياره ولمسه جميله من ناحيه الكسره الموجوده هنا. اضاءه LED خاصه بالمرايات الجانبيه، ايضا ببام الكروم، ايضا عندنا كروم حوالين النوافذ الجانبية، أيضا عندنا الإريال الخاص بالجي بي اس. السيارة تتوفر بجنوط من الألمنيوم مقاس 15 16 أو 17 حسب الفئة المتوفرة منها. تستمر الخطوط التصميمية الخاصة بسيارة فورد اسكورت حتى في الواجهة الخلفية الخاصة فيها. عندنا الشمعات الخلفية بتصميم شركة فورد في السنوات الأخيرة زيج من الكروم. عندنا طبعا الحساسات الخاصة بتوقف الصدام الخلفي، وأيضا عندنا مشتت الهواء السفلي والعادم الخاص بالسيارة. الملاحظات اللي لاحظناها على السيارة عدم وجود كاميرا خلفية في الفئة هذه، لكن حسب كلام شركة فورد الميدل إيست إنهم ما راح يوفرونها في السيارات في الموديلات القادمة أو في الدفعات القادمة إن شاء الله. فورد اسكورت 2020 سيارة نزلت عندنا في السعودية بعد انقطاع دام أكثر من حوالي 30 سنة. السيارة من الداخل تصميمها جدا جميل، عندنا شاشة المعلومات وشاشة العدادات الموجودة فيها، تصميم تقليدي بلمسه رياضيه، وفي المنتصف عندنا شاشه صغيره للاطلاع على المعلومات الخاصه بضغط الاطارات وغيرها يحتاج السائق اثناء القياده. عجله القياده الخاصه فيها فيها زر التحكم بالنظام الصوتي وايضا مثبت سرعه الخاص فيها. عندنا ازرار التحكم بتخزين الموقع الخاص للراكب حق المقعد حقه، وهذا لان السياره تجي اساسا بمقاعد كهربائيه وهذه ميزه نادر من نحصلها بسياره نفس الفئه هذه. عندنا طبعا ازرار التحكم بالاضاءه. شاشه المعلومات بنظام فورد فيها نظام الكار ابل بلاي وكذلك كار اندرويد اوتو. التحكم بنظام الصوتي بالكامل في الشاشه هذه ما عدا ازرار خاصه بالصوت وغيرها. طبعا هذه ميزه شخصيا افضل انها تكون ازرار تقليديه بالاضافه الى وجود شاشه اللمس هذه. عندنا نظام تشغيل الاوتو ستارت اند ستوب الخاص بتشغيل واطفاء السياره اثناء قيادتها لتوفير الوقود عند الوقوف عند الاشاره وغيرها، وايضا التحكم بنظام التكييف الخاص فيها عن طريق الازرار الموجوده عندنا هنا. مبدل السرعات الموجود عندنا من 6 نسب اماميه، تصميمه جميل فيها ازرار التحكم بنظام يدوي ونظام ايضا السبورت الرياضي. الهاند بريك عندنا يدوي. الطبلون الخاص بالسياره من خامات جيده، سياره نفس الفئه هذه وعليها تطريزات جميله. زي ما قلنا المقاعد الخاصه فيها تحكم كهربائي للسائق والراكب، وهذه ميزه جيده في سياره نفس الفئه هذه. السياره الديكورات الداخليه الخاصه فيها جيده ومستغله المساحه فيها بشكل جيد، وهذه نقطه تحسب لشركه فورد في السنوات الاخيره. التصميم الداخلي بشكل عام منافس في نفس الفئه هذه. اللون الداخلي خاص بالطبلون، اعتقد توفر بالوان اخرى، لون رمادي هذا جميل لكن احس انه غامق شويه. المساحه المخصصه للركاب بالخلف تعتبر جيده لسياره نفس الفئه هذه، تكفي شخصين وشخص صغير في المنتصف. وجد عندنا التكاية الخاصه بالسياره هنا، عندنا ازرار قفل وفتح البيبان من الخلف للركاب، هذه ميزه اول مره اشوفها في سيارات سيدان. ايضا عندنا المدخل 12 فولت الخاص بالشاحن. السيارة توفر بمقاعد من المخمل وكذلك من الجلد الصناعي زي ما احنا شايفينه عندنا هنا، جودة جيدة. تتوفر بالسيارة 6 وسائل هوائية وأيضا 6 سماعات. السيارة توفر بخيار 1 محركات من 3 اسطوانات، المحرك سعة 1.5 لتر، المحرك هذا يولد قوة 125 حصان وعزم تدوير 150 نيوتن متر. جربنا اليوم محرك حق السيارة بسرعة متوسطة، أداء المحرك جدا جيد، استجابته جدا جيدة،
اقتصادي في استهلاك الوقود، استهلاك الوقود الخاص فيه مسجل 18.9 كيلومتر لكل 1 لتر. ايضا محرك السياره مربوط ببدل سرعات من 6 نسب اماميه، وهذه نقطه تحسب لفورد لانها ما استخدمت جير سي في تي. فورد اسكور 2020 سياره تقارن بفئه السيارات السيدان المتوسطه المنافسين حقينها مثل الكورولا، الالنترا وغيرها من هذه السيارات. طبعا شركه فورد حرصت على توفير السياره هذه في منطقه الشرق الاوسط لتنافس بنفس الفئه هذه، الفئه اللي تعتبر الفئه الشعبيه لدى الناس. السيارة من الداخل زي ما قلنا تصميمها جدا مميز، مواصفات جميلة، توفر 6 ايرباك فيها سيارة، توفر فيها شاشة ملاحة، توفر فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي، كلها حاجات نادر ما نحصلها بسيارة بنفس الفئة هذه. وايضا فئة الاوفل اوبشن فيها تحكم كهربائي بالمقاعد. جربنا السيارة، احنا موجودين حاليا في نادي الفروسية في مدينة جدة. اداء السيارة يعتبر جيد، تسارع السيارة، المحرك 3 سلندر أداءه جدا جيد واستجابته ممتازة للسيارة هذه. وكذلك توفر السيارة مبدل سرعة من 6 نسب أمامية ساهم في إعطاء السيارة مزيد من الأريحية أثناء قيادتها. زي ما قلنا جربنا، احنا حاليا نجرب السيارة داخل نادي الفروسية مدينة جدة، ما سقناها بسرعة عالية جدا. العزل الخاص بالسيارة في المنطقة اللي احنا نجربها حاليا يعتبر جيد، العزل الارضي طبعا متوسط بسيارة نفس الفئة هذه وهذا شيء متوقع. طبعا السيارة هذه متوفرة في منطقة الخليج، الستاندر منها يتوفر ب 6 ايرباك زي ما قلنا، نظام اي اس بي ونظام اي بي اس. السعر يبدا من 53 الف ريال زائد الضريبة وصولا الى مبلغ 63 الف ريال زائد الضريبة. السيارة ممكن يكون سعرها نوعا ما مرتفع، لكن مقارنة بالمواصفات الموجودة فيها وبأداء السيارة أعتقد أنه سعر جيد جدا. وكذلك استهلاك الوقود فيها اللي هو 18.9 كيلومتر لكل 1 لتر، وتعتبر رقم جدا جيد للأشخاص اللي يبحثون عن سيارة استهلاك الوقود حقها قليل. فورد اسكورت 2020 سيارة جديدة بالكامل زي ما قلنا من شركة فورد، جربناها اليوم في المضمار اللي خصته شركة فورد لتجربة السيارة في مدينة جدة في نادي الفروسية. أداء السيارة كان جيد من ناحية تسارع السيارة، البريكنج الخاص فيها، وأيضا أداها في الثبات في الحبل الموجود عندنا اليوم، وكذلك في المطبات اللي وفروها لنا هنا عشان نجرب السيارة. كله مو عاجبني معلش. طيب فورد اسكورت 2020 سيارة جديدة زي ما قلنا من شركة فورد، جربناها اليوم في المضمار اللي خاصة شركة فورد لنا لتجربتها في نادي الفروسية بمدينة جدة. أداء السيارة كان جيد جدا، كان ضمن الاختبار تجربة ثبات السيارة، هدوء السيارة، راحتها في المطبات وغيرها، وكذلك تسارع السيارة. حقيقة المحرك 1.5 في 3 اسطوانات توقعت أداؤه أضعف من كذا، لكن عزم التدوير الموجود فيه اللي هو 150 نيوتن متر أعطاها أداء جدا جيد. بشكل عام السيارة تعتبر جيدة، السيارة توفر لدى الوكيل بثلاث فئات، السعر يبدأ من 53 ألف ريال و900 وصولا إلى 67 ألف ريال و900 ريال، طبعا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. السعر في رأيي شوية مرتفع، لكن وجود الميزات السلامة الرئيسية وكذلك توفر الشاشات وغيرها يشفع للسيارة بالسعر هذا. ختاما إخوان الأعزاء، أتمنى أن التجربة هذه عجبتكم، وأتمنى عدم التردد في طرح أي اقتراحات أو آراء تساهم في تطوير قناتنا، وبالتأكيد أي أسئلة تحبون نجيب عليها، وتابعونا لكل ما جديد ومفيد في عالم السيارات. معكم أخوكم صالح حمود من قناتكم كارز أند مور سيارات وأكثر. تحياتي لكم.